قناة الأنس الفضائية، ويحلو الأنس مع قناة الأنس. لا يخفى على علمكم قضية أن المرأة كانت توأد وهي لازالت يعني جنينا صغيرا، يعني رضيعا، يعني الطفل الصغير من اللي عندما يولد ذلك الطفل فيسأل الأب ماذا وضعت زوجتي، يقال له وضعت بنتا. فالله عز وجل وصف لنا حاله النفسية بل التي تتعدى إلى أن يظهر الأمر على وجهه، فقال تعالى: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من الناس من سوء ما بشر به أيمسكه على هون، يعني أي يحتفظ بها وهي حية على ما يحس به من الهوان والذل والصغار خشية أن تجلب له العار، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ساء ما يحكمون، أو يقتل ابنته وهي حية، لأنه يظن أن البنت مجلبة للعار، ونسي هذا الجاهلي المتخلف، نسي أن تلك البنت لما كانت صغيرة منذ سنوات خلت فهي أمه، ونسي أن تلك البنت هي أخته التي كانت ترعاه وهو صغير، ونسي أن تلك البنت سوف تتحمل مسؤوليته من بعده. قناة الأنس الفضائية، ويحلو الأنس مع قناة الأنس.